أصحابي الجميلين، أغلبكم أكيد شاف التريلر تبع Dead Space Remake. أنا لسه ما شفته، أجلت الموضوع لحتى أشوفه معكم. زي ما شايفين الخلفية المتحركة حق عمو آيزك مهندسنا الجميل من سلسلة Dead Space، بدي أشوف التريلر معكم. هو قصير كأنه دقيقة، فحابب أشوفه معكم، نعمل عليه رياكشن ونحكي شوي عن الموضوع، لأن عندي بعض التعليقات بخصوص Dead Space وريميك Dead Space. فيا Are you ready my friendo؟ Are you ready my best friendo؟ استنى استنى، كلك على بعضك دقيقة أيها التريلر، كلك على بعضك دقيقة، استنى صار يركض. استنى شوي، Let's go. Presents game in development. هذه اللعبة قيد التطوير أو لا تزال قيد التطوير. Little Star. آيزك cut off the limbs. هاي أهم twinkle twinkle little star how I wonder what you are. يما يما يا خراشي، اللعبة شكلها تحفة. damn، هذه أهم hint في كل اللعبة. aim for the limbs، نشن على الأطراف، أطراف الوحوش هدول اللي بركضوا هيك. يخرب بيتهم. للأمانة اللعبة كلها كلها بأجزائها كوم، ولما يركض عليك هذا الوحش يخرب بيته. شو بسرعة الواحد هيك. He's flailing his hands. يخرب بيته، شو مجنون. أوكي، ما شفناش شفا يعني، ما كاتبين لسه. اللعبة لا تزال قيد التطوير. رجعونا سمعونا الثيم الحلو تبعهم توينكل توينكل ليتل ستارز بالصوت المرعب هذا. انا هذه من اكثر المقاطع الموسيقيه اللي بتذكر اني حبيتها في اللعبه تبع توينكل توينكل ليتل ستار، لانه هذه اغنيه طفوليه للاطفال، بس في اللعبه خلوها للاشباح. وصوت الهيلث وهو باخده كيف عبى الهيلث، وعلى طول حطوا الهنت ايم فور ذا ليمس، يعني فرجوك الاصول، اصول اللعبه. هل هي ريميك؟ يعني رح يبلشوا المفروض في الجزء الأول. شوفوا بالنسبة لإلي Dead Space يعني من الألعاب اللي في البداية أخذت حقها، بعدين فجأة طفت، فأنا يعني حزنت عليها صراحة. حتى بتذكر أيامها كنت أسأل أصحابي دائما إنه يا عمي شو صار للعبة؟ ليش هيك؟ يعني ليش فجأة طفت واختفت عن الساحة؟ الكل بعرف شو صار ب Dead Space 3. Dead Space 3 اعتقد يعني اذا باعت فهي باعت 500,000 نسخة فقط، 500,000 I think، بتذكر هالمعلومة او حتى اكثر شوي. وهون عيدت السلسلة بعد الثالث. الجزء الاول كان خرافي خرافي، الجمب سكيرز اللي فيه اشي حمص اشي حمص. هلا بشوفك يا ناتس يا احلى ناتس. هلا ثواني بس، الجمب سكيرز اللي في الجزء الاول اشي مش طبيعي. يعني انا لحد الان بتذكر الجمب سكير تبع الاسانسير المصعد في اول اللعبه، هداك انا بو لزقت بالسقف زي القطط. اذا في عندي ملاحظات على الريميك، اهم شيء اهم شيء يحافظوا على الجذور. يعني انا انبسطت في هذا التريلر الصغير انه في تلميح انه احنا عم رح نحافظ على الجذور. اعطوك الموسيقى اللي شهرتها توينكل توينكل ليتل ستار، هاي الهنت الفظيع، نشن على الاطراف ام فور ذا ليمبس، و صوت الهيلث. يعني اوكي، تلميح ممتاز انه اصول اللعبه رح يعني رح تكون موجوده. اهم اشي ما يحذفوا منها، ما يحذفوا منها، بالعكس يضيفوا عليها.
ويشوفوا الشركات اللي نجحت في الريميك. اوكي هم بعض الملاحظات، انا قصدي طبعا كابكوم وسكوير انكس لما عملت ريميك سكوير انكس لفاينل فانتسي 7 وكابكوم لريزيدنت ايفل، يشوفوا عن جد يدرسوا دراسة يعني معمقة جدا اسباب نجاح الالعاب اللي عملوها، وبرضه شو كان تعليقات الناس. يعني احنا شفنا كتير في ريزيدنت ايفل 2 وزادت في 3 انه يا عمي في شغلات ليش امتوها من اللعبة. هلا اغلب تعليقات الناس في 2 ريميك انه سيناريو بي، سيناريو اي كان ممتاز، سيناريو بي بقول لك انه كان مفروض يكون افضل من هيك سيناريو بي، لانه بالكلاسيكي سيناريو بي كان كتير فارق عن 2 عن اي، يا ربي عن سيناريو اي، وبالريميك كان مش كتير فارق، يعني انتو غيرتوا اكم من شغله. فكانت هذه ملاحظه صغيره على 2 ريميك. وطبعا الملاحظات الاكبر كانت على 3 ريميك، الكل اعترض على كميه الحذف الفظيعه اللي صارت في 3 ريميك، هذه اكبر غلطه، ولغوا شغلات اساسيه في 3 ريميك. فيتعلموا اي اي من هذا الموضوع انه ما تحذفوا، لانه اكثر شغله مستفزه للاعب خاصه للعب هاي السلسله تبع ديد سبيس انه تنحذف الشغلات الحلوه منها. يعني مثلا انا من اكثر الشغلات اللي حبيتها في ديد سبيس الفينيشرز تبعت الوحوش، الوحوش كانوا يتفننوا هذا اشي سك على فكره بس حلو، الوحوش كانوا يتفننوا بقتل ايزك، دام تحسوهم فيتاليتيز من مورتال كومبات، قطع راس ومش عارف وبلع وسحب حالتك بهدلوه. فانا كنت كثير احب موضوع الفينيشرز تعين الوحوش لايزك، فما مثلا يلغوا هاي الشغله فجاه تلاقي انه ايزك في كل الحالات بيموت موته واحده، لنفرض يعني لا، نوعه كتير. مثلا ريزيدنت ايفل 4 برضو نوعوا بقتل ليون، بهدلوه لليون فانه مثلا هاي من ضمن الشغلات هيك التفاصيل الجميله في اللعبه اللي حرام مثلا تنقام. فانا هذه ملاحظتي، يخلوا الاساس زي ما هو، طبعا يطوروا بالجرافيكس والجيم بلاي وكل هالقصص، يعني المفروض تكون من المسلمات، يعني لانه انتوا عم تشتغلوا على انجن جديد وجيل جديد، فيخلوا الاساس ويضيفوا عليه، بس يخلوا الاساس ويضيفوا عليه، يضيفوا تشابترز، يضيفوا قصص جانبيه، يضيفوا دي ال سيز حلوه، يعني في كتير في افكار عندهم، افكار او لازم يكون عندهم افكار محضره من قبل، ما تكون الموضوع غيره، ما تكون الموضوع والله بدنا نلحق ترند، هون الكارثه انه والله شفنا كابكوم نجحت في الريميك وسكوير انكس نجحت في الريميك فهات نعمل زيهم نمشي مع هالترند، لا لازم تتميزوا. هلا انا بتذكر حبيبنا وصديقنا وينه وينه بعت لي مسج على تويتر، مين ايوه صديقنا فاير لينك على تويتر بعت لي مسج فيه معلومات عن ديد سبيس، فانا ما شفتها، حبيت اجل الموضوع عشان اقرا واشوف معكم. بقول لك انه المعلومات اللي بينوها المطورين لحد الان انه تم بناء كل شيء من الصفر بواسطه محرك فروست بايت، متوقع اكسبكتد اكيد، لا وجود لشاشات التحميل اكيد تمام، ستحتفظ بجذور السلسله، اتمنى انه يكون بالمعنى اللي انا حكيته، وستستغل قدرات الجيل الجديد اوكي، سيتم تحسين الصوت الثلاثي الابعاد والجرافيكس وحتى اسلوب اللعب، يعني شايفين كله متوقع، سيتم تطويرها من استوديو اي اي موتيف، يعني نفس شركه اي اي، من نفس شركه اي اي تمام. معلومات جميله يعني انه متوقعه، بتمنى ما يشطحوا، بتمنى ما يستغلوا الترند اللي صار واللي عم بيصير، وانه خلينا والله نركب هالموجة وهيك نضحك على العالم ومش عارف ايش، ان شاء الله لا، لانه انا بصراحة للامانة ديد سبيس بحسها من الالعاب اللي ما اخذت حقها، بحسها من الالعاب اللي ما اخذت حقها. اوكي انا لعبت الاول والتاني، بالنسبة لي التاني هو افضل واحد، التاني خرافي، التاني بسطل، التاني كتير 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 حلو، التالت حسيت حالي بلعب باتل فيلد التالت حسيت حالي بلعب باتل فيلد على كول اوف ديوتي، كتير كله دو 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 كتير فاست بيس، سريعة سريعة سريعة، ف بطل فيها رعب. اوكي انا بتفهم، هلا بتفهم ليش يخف فيها الرعب، لانه ايزك
في الأول والثاني خلص صار عنده تعويض على الوحوش، صار عنده تعويض على قتل الوحوش، فمش منطقي خاف، فمش منطقي خاف. بس هلا المطلوب منكم ما تخوفوا آيزك، خوفوا اللاعب. فالثالث لغو كتير خف في، بتذكر كتير خف في الرعب فيه، صار كتير أكشن بيست، كتير سريع. It's like Battlefield man. ف بتمنى يركزوا على الجذور، يكون في توازن بين الرعب والأكشن. هي من هذه اللعبة بتذكر إنها من أحلى الألعاب اللي نوعت في الأسلحة. دايم الأسلحة اللي فيها كانت عن جد رهيبة، لا بقى للبيئة، لا بقى للفضاء، تنويع خرافي. هذا القوس الليزر هذا اللي بضربه وكيف بتحول الأيم، هنا عم بتذكر عاد الرشاش، في أسلحة كانت رهيبة بالسلسلة. فأه بتمنى يضبط الوضع، يتميزوا و that's it. عقبال كونامي. عقبال كونامي. أنا مبسوط صراحة، متحمس، وبدي أشوف رأيكم هون بالتشات. وهذا الفيديو أنا حاليا عم بسجله عشان أنزله على القناة الأساسية، اللي ما بلحق يشوف هذا الشيء رح يشوفه على القناة الأساسية مسجل إن شاء الله. فأصحاب الجميلين قولوا لي وش رأيكم في Dead Space Remake. Yeah.